غو زينرين أو غو تشينرين، كاتب صيني فاشل في بداية المسيرة. تأثر كثيرا بالروايات الصينية الشعبية المشهورة على الانترنت، وكغيره أراد أن يقدم رواية وعمل خاص به ينافس ما هو موجود في الساحة. بنفس الوقت أراد أن يكتسب قاعدة جماهيرية ويلعب على المضمون. هذا ما فعله في البداية عبر كتابة رواية حريم النساء، فيها عبارة عن فتيات وحوش رخيصة، قمة في السوء والقذارة الكتابية، لكنها كانت رواية كافية لجعله مشهور بعض الشيء لكي يكتسب قاعدة جماهيرية. رغم ذلك فقد كان شغف الكاتب فيه داخله يحترق، شخص متشبع بشدة بالأدب يريد تقديم تحفة فنية، جعله السوق يقدم عمل قمامي فقط كي يرضي الجماهير، كي يبني الفان بيس أو القاعدة الجماهيرية الخاصة به. ورغم ذلك بقي ذلك الشغف في تغيير صناعة الروايات موجود في داخله، حتى بدأ تحفته الفنية الجديدة Reverend Insanity، جنون الموقر، الموقر المجنون، وكما يعرفها الجميع القس المجنون. فلكي تضطر للنجاح في هذا العالم يجب أن تقدم لعموم القوم والرعاع ما يرغبون فيه، أن تضطر للنفاق. هذه هي طريقة أي كاتب في النجاح، أن يراعي متطلبات السوق، يقدم للناس الشيء التي ترغبه ليس ما يرغب في أن يقدمه هو. كشخص قدم رواية متوسطة النجاح اكتسب شعبية وقاعدة جماهيرية وفي لقادم أعماله. فهم غو تشين أو غو زينرين جيدا طبيعة المجتمع الصيني، بل طبيعة العالم، طبيعة الذات البشرية. فنحن ككيانات تافهة تمشي وراء التفاهة، إذا استمر في هذا الدرب يوما ما لا محالة سوف تحقق واحدة من رواياته من الشهرة الكثير، لكن بدلها قرر أن يسلك الدرب الآخر، الدرب الشائك، درب لم يسلك غيره من الكتاب الصينيين سوى القلة القليلة، أن يبصم على شيء مشابه للكلاسيكيات الصينية مثل رومانسية الممالك الثلاث، السكينة في النار، بالإضافة إلى رحلة للغرب. غو زينرين ليس بأكثر كاتب موهبة ولا صاحب أعظم أسلوب أدبي، إنه نتاج للعمل الجاد. معظم الكتاب في الصين يكتبون الفصول في ساعتها. في عدة مقابلات للكاتب إيرغين مثلا ستجدون أنه يقول أنه لا يعد للقصة بتاتا، بل وبعد نهاية كل رواية يأخذ بعض الوقت ليرتاح، بعدها يبدأ النشر والكتابة مباشرة، أحيانا يأخذ حتى الاقتراحات من القراء والجماهير. لهذا ورغم موهبته الكبيرة في نسج العالم والشخصيات، دوما ما تشعر أن الإطار العام للحبكة به شيء ناقص تماما. وأتكلم هنا عن التخطيط المسبق، عن ضعف البناء، عندما لا يجلس الكاتب مع نفسه يحسب كل خطوة مستقبلية ستقوم بها الشخصيات، يخطط أيضا للعواقب بل حتى المنافع داخل الرواية، فهذا سينتج عنه ركود حاد في القصة والأحداث. سيصير الحدث الصادم صادم فقط لأجل الصدمة دون أي إعداد مسبق أو تلميحات. كاتب جنون الموقر تعلم من غلطه بعد نشره لأول مجلد، إذ بدأ بالإعداد لما يسمى بالمسودة، مع نهاية كل مجلد يأخذ عطلة قصيرة لكي يعد للمجلد والأحداث القادمة، ليبدأ بعدها بالكتابة مباشرة. بالنهاية يأتي كل شيء مدروس في القصة من دون أي ثغرات أو بلوت هولز. مثال حي أنك لا تحتاج أن تكون أكثر موهبة لتكتب أعظم شيء، لا تحتاج لأكبر قدر من الخيال، بل لا تحتاج حتى لذلك الأسلوب الرنان. كافة ما تحتاجه أن تجلس مع نفسك، أن تعرف ما الذي تريده، أن تقرأ المراجع الأدبية، أن تستلهم منها، أن تطلع أكثر على فنون الكتابة، تجتهد، تطور نفسك. غو زينرين لو أردت تشبيهه فهو أقرب نوعا ما لكريستيانو عالم الروايات، نتاج للتجارب، نتاج للكفاح والفشل، المحاولة من جديد مع عدم السماح للانتقادات بأن تدمره، التركيز على هدف واحد، صناعة الأدب. ومن المستحيل أن نتكلم عن شخصية بطل الرواية فانك دون الكلام عن غو زينرين. فانك يوان هو غو زينرين نفسه، مسيرة غو زين ككاتب نفسها مسيرة فانك يوان في الرواية. أي شخص قد قرأ الموقر المجنون سيعرف أن فانك في حياته السابقة مجرد إنسان تافه لم يحقق أي إنجازات تذكر، لم يكن ذلك الشخص المميز في العالم، بل أن ما وصل له من إنجازات في 500 سنة من حياته الماضية يصله العباقرة في أقل من ربع المدة. فانك شخصية أضاعت الكثير من الوقت في الكثير من التفاهات، ومثله مثل غو زينرين في أول رواياته المسمات بمربي الوحوش الموقر أو العاهي المربي الوحوش،
من الاسم فقط يمكنك أن تتخيل مدى تفاهة هذه الرواية. فقط الفكرة الأساسية لها ستريك فعلا ضحالة القصة، وأن تفكير كاتبنا هو تفكير جامعي لم يذق من الحياة أي شيء بعد. فهذه الرواية تتحدث كما سبق وقلت عن جمع الحريم من أعراق مختلفة، نساء، تنانين، حوريات، بحر، نساء، وحوش، إلى ما ذلك من تلك التفاهات القصصية. إنه مثل فانجوان الذي عاش 300 سنة في حياته في الدرب الآمن، فغورين لم يرد أن يخاطر في أول عمل له. قدم نفس الغراء الموجود في أي قصة صينية أخرى من دون أي تميز يذكر، لعب على المضمون وحقق بعض النجاح المتواضع، لكن في قرارة نفسه كانت هناك إرادة من حديد، إرادة لفعل شيء مختلف، مثل فانغ يوان الذي قرر في آخر 200 سنة من حياته سلوك الدرب الشيطاني، ملاحقة حلم الحياة الأبدية. غوزين قرر نفس الشيء، قرر مطاردة الشغف الأدبي، الرغبة في وضع عمل يبصم اسمه في تاريخ أدب الإنترنت الصيني، وهذا ما كان له في Reverend Insanity. قصة كتبت من تجارب غوزين الحياتية، فشله السابق، نظرته للمجتمع وروح الأديب في داخله، حتى رغبة فانغ يوان في الحياة الأبدية توازيها رغبة غوزين في الخلود أيضا، الخلود ككاتب، الخلود كأديب. وإذا سألني شخص ما عن ما هو الجزء المفضل لدي من الرواية، فسيكون الجواب بكل وضوح نهاية المجلدات. نهاية كل مجلد تعطيك شعور غريب لن تجده في أي مكان، ذلك الانفجار المفاجئ في الأحداث الذي يهز كيانك ويجعلك تقف من مكانك، يجعل شعر يديك يقف، يجعل العرق يبدأ بالتصبب من جبينك. كل ما كان يحصل أمامك طوال فصول مجلد طويل كان لأجل هذه اللحظات، حيث أن كل شيء يصبح له معنى عميق، حتى أبسط الأحداث التي لم تعرها أي اهتمام، هنا تحس بالتماسك الشديد للقصة، تحس أن الكاتب يعرف فعلا ما الذي يفعله، حتى بالأحداث السالفة الذكر. لكن براعة الحبكة في نهاية المجلدات كانت عبر الارتباط الشديد بين هذه الأحداث، فنهاية أول مجلد، ثاني مجلد، ثالث مجلد قد تبدو لك نوعا ما أشبه بنهايات لمغامرات منفصلة، لكن بداية من رابع مجلد إلى خامس مجلد ستجد أن كافة هذه النهايات مرتبطة ببعضها البعض، مثل سلسلة من الحركات التي تؤدي إلى تكتيك شطرنج ماكر، تكتيك شطرنج مخادع. فنهاية المجلد الخامس مثلا تشرح لك كافة ما حصل في المجلدات التي قبلها، تسد لك كافة الفراغات في القصة بطريقة متقنة، بطريقة متراصة البنيان. معظم أهداف أبطال روايات الزراعة أو كما تسمى بالشيانشيا هو الوصول للخلود، النقطة التي لم يصلها أي أحد في عالم الأحداث. فحتى الناس التي تتربع على عرش القوة كل ما تعيشه هو بضع آلاف من السنين. الخلود حلم أراد البشر بلوغه منذ ملحمة جلجاميش، مرورا بأبحاث الخيميائيين حول الإكسير وحجر الفلاسفة. إن حلم راود البشرية من فجرها، طموح بالسرمدية وطول العيشة قد يبدو مجرد شيء تافه، لكن ولسخرية القدر فحتى العلم الحديث يحاول الآن إيجاد حل لمعضلة موت الخلايا الكبر في العمر وإبطائه. هذه هي الطبيعة البشرية، حب الحياة، الرغبة في أن تعمر طويلا. إن هدف بسيط يمكن لأي شخص أن يمتلكه، سواء كان الشخص ابن حظ بموهبة تتحدى السماء أو قطعة براز تدوسها الكلاب. فكون هذا الهدف مجرد فكرة أنانية وما يجعله شيء جميل في حد ذاته ومختلف. فبدل أهداف نشر السلم، العدالة النمطية التي توجد عند أبطال القصص الوردية، فالهدف في معمعة سيد الجو يجعلك محتار بشدة لكي تصل نهاية الرحلة وترى هل فعلا فانغ يوان صار شخص خالد أم لا. هذا الهدف الذي ستراه في الوهلة الأولى مجرد شيء سخيف للغاية، مجرد محرك للأحداث، مجرد دافع لها. لو أردت تشبيه الخلود بشيء ما فربما هو الون بيس، ذلك الهدف البعيد المجهول الذي لا تراه، لا تعرف ماهيته. فما هو الخلود؟ طوال قراءتك للرواية لن تجد جواب محدد عن ماهيته، ستضع من النظريات المختلف والعديد بطريقة تبقيك متعلق أكثر بالقصة. ف2300 فصل فعلا تبدو كالرحلة الطويلة، من المستحيل خلوها من التمطيط وبعد الأحداث المملة، لكن القراءة الثانية تجعلك تنظر للأحداث بطريقة مختلفة تماما، خصوصا أول مجلد الذي في أول مرة
كنت أراه أقل مجلد في القصة، مجرد تمهيد للأحداث، لكن بعدما أنهيت الرواية وأعدت قراءته تحول لمجلدي المفضل. إنه المجلد الذي كانت فيه الكتابة أقوى من أي وقت مضى، رغم أن الحبكة فيه هي الأضعف لأن الكاتب لم يجهز المسودة، كان يكتب الأحداث بشكل ارتجالي، لكن مستوى السوداوية والظلامية، تصرفات فانغ الغير متوقعة تخطت كافة الحدود. لقد كان مجلد فلسفي عن قيمة الإنسان، عن الحياة، عن الخير والشر، عن الأخلاق ومكانتها في مجتمعنا، مجلد عن النفاق، مجلد عن فساد الدولة، كيف أنها تقوم على المجموعة، تدمر الفرد، تحوله لمجرد علف مدافع لأجل سلامة من في قمة الهرم. عندما أعيد النظر لأول مجلد أرى أن الحكومة الصينية استغرقها الوضع 2000 فصل أكثر لكي تمنع الرواية، مع العلم أن أول مجلد كان انتقاد صارخ لها ولسياساتها. أحمد الله الذي أعمى بصيرتهم، فهذا المجلد أشبه بقصة عن دولة قمعية ديكتاتورية، مستقبلك فيها مقرون بشيء لم تختره. وأتكلم هنا عن الموهبة، فلو تمتلك منها الكثير ستعامل مثل الملوك، من دونها ستصير مجرد منحط لا قيمة له، ستتحول لمجرد مسنن في النظام القمعي. إذا حاولت الخروج منه سيعرضون عليك أن تكون واحد من شيوخ العشيرة، سيحاولون تقييدك بالمنصب، تقييدك بالسمعة، طرق كثيرة يمتلكها النظام لكي يحشرك، منها الموارد التي يتحكم في كلها، يعطيك الفتات، بل يتمنن عليك من فوق ذلك. لكن ففانغ رغم بشاعة كافة أفعاله كشف زيف هذا النظام وسار عكسه، لدرجة أن هناك أمور مقتبسة حرفيا من الواقع الصيني، مثل نظام النقاط الاجتماعية الذي يوجد مثله عبر نظام المكافآت في الحروب والإنجازات. نظام العشيرة في أسياد الجو إسقاط كبير على الحكومة الصينية، على الدولة الصينية بطريقة خبيثة من الصعب أن تدركها في أول قراءة. الجميل في هذا المجلد أن كافة المؤامرات فيه سياسية، لا تعتمد على القوة بالدرجة الأولى، بل على الخدعة، على المكيدة وقراءة الموقف وتوقع ردات فعل الخصم. كل موقف يجب أن يكون محسوب، لأن الشخصيات مقيدة بنظرة الآخرين لها، مقيدة بالأخلاق الزائفة التي تمشي عليها العشيرة. قيمة الإعادة في هذا المجلد فعلا من الصعب أن تعبر عنها الكلمات. الإسقاطات على الواقع كانت كثيرة للغاية، من بينها عالم الأحلام. في هذا العالم سترى أحلام ناس عاشت في العصور السحيقة، ستندمج في هذه الأحلام، تتحول لشخصية أساسية فيها. لكي تنجو من ذلك عليك أن تعرف أنها مجرد أحلام، مجرد وهم. الأساسي من دخولك لهذا العالم أن تكتسب خبرات الآخرين، أن تأخذ المنافع. لقد كان إسقاط عبقري يريك أن البشر فعلا يغرقون في الأحلام والوهم، يكرهون العالم الجاد ويعيشون في السراب. عالم الأحلام في جنون الموقر هو سجن كبير، سجن لا يخرج منه سوى أصحاب الإرادة القوية. ورسالة لكل قارئ أن الأحلام مثل الخمر الذي يسكرك ينسيك الواقع. العمل الجاد هو ما يحققها، ليس الانغماس في الوهم، الاستمرار في القول سأفعل كذا وكذا وكذا دون أن تحرك مؤخرتك، دون أن تعمل بجد لتجعل الترهات التي تدور في رأسك من سنوات واقع معاش. وأعظم ما يمكن أن يقدمه لك أي كاتب في قصته هو تقلبات الأحداث، أو ما يسمى بالذروة أو الكلايماكس، تلك اللحظات التي يكشف فيها كل شيء. تبدأ المعارك الملحمية ويفرض على الشخصيات اتخاذ قرارات مصيرية. فالقصص العظيمة قد تحتوي كلايماكس أو 2 في الغالب، فمن الصعب جدا على الكاتب أن يضع لك هذا العدد الكبير من اللحظات يحافظ على جودتها. لكن الأمر في الموقر المجنون ليس هكذا بتاتا. كل مجلد من المجلدات في نهايته يصل الذروة، أحداث الذروة تكون عبارة عن كشف لكل ما حصل من بداية المجلد، تفاصيل صغيرة لمح لها الكاتب عدة مرات تكون لك مؤامرة كبرى تحاك في الخفاء، من الصعب بتاتا ملاحظتها. الغريب والعجيب أن هناك تصاعد في مستوى كتابة الكلايماكس، فنهاية كل مجلد تكون أفضل بكثير من سابقتها، كشف مستوى الغموض يكون أفضل وقفزة نوعية. والشيء المثير أكثر للإعجاب أن الكاتب في المجلدات المتقدمة يربط لك أحداث الذروة السابقة كلها ببعضها البعض، لتجد أن القصة كاملة عبارة عن شبكة عنكبوت، أو بالأحرى لعبة شطرنج، كافة الشخصيات فيها بيادق لكل دوره الرئيسي. وقصة فانغ يوان ليست سوى قصة بيدق متواضع يريد الخروج من موضعه، يرغب في أن يصير أحد اللاعبين على الرقعة.
ومن الصعب جدا أن أتحدث عن عظمة أحداث الكلايماكس في القصر دون أن أضرب لكم مثال، ولعل أعظم الأمثلة هو نهاية آرك ميراث الملوك الثلاثة. كقراء عرفنا أن فانغ يوان كل مرة يوضع في الزاوية سوف يستخدم زيز ربيع الخريف ليعود للماضي ويغير الأحداث، لكن هذه المرة فانغ يتعرض للخيانة من أقرب شخص له، باينينغ بينغ، والذي كنا نعتقد طوال الوقت أنه صار ألعوبة في يد فانغ. فانغ العجوز ذو 500 سنة خدع من مجموعة مراهقين لأنه نظر لهم بتعالي، اعتقد نفسه العبقري الوحيد في هذا العالم، يجد نفسه في موقف أمام جيش، أمام تحالف كامل، هدفهم محوه، لا مخرج له حرفيا. لكن قبلها وفي بداية المجلد كان الكاتب يلمح لنا في الخيانة لم تكن أصلا هي الحدث الغير متوقع الحقيقي، بل كيفية الهروب من الورطة، حيث أن الكاتب من بداية الأحداث وضع لنا قصة جانبية لفانغ تشينغ ورحلته مع عشيرة الكركي الخالدة، حكى لنا قصة الشمس الذهبية إمر رينزو الذي أراد تكرير غوص سفر الخالد. كان المهرب أمام فانغ هو قصة خيالية من أساطير رينزو، أن يحول الأسطورة لحقيقة يفوز بكافة المنافع لوحده. لا أعرف كيف أصف هذا المشهد غير أني بدأت بالصياح من فوق الكرسي، بدأت أصفق للكاتب، فقد ربط كل حدث صغير مع بعضه البعض، خرج بشيء غير متوقع بتاتا. المفترض أن الرجوع بالزمن وتغيير الماضي حل مستهلك، لكن السيناريو الذي أظهره الكاتب فقط في أول 400 فصل من القصة يريك أنه سيتعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل وأفضل مستقبلا. وعلى ذكر قصص رينزو، فهي الإنجيل والكتاب المقدس للعالم، مثل الكتب المقدسة السماوية في عالمنا، أشياء يؤمن بها البعض ويتجاهلها البعض أيضا، لكنها في عالم الرواية، عالم أسياد الغو، حقيقة ماضي قد حدث. هذه القصص تحمل رمزيات كثيرة ومتنوعة، كل قصة لها معنى عميق للغاية. فأول قصة في بداية الرواية كانت عن الأمل، كيف أن الشيء الذي يعطي الإنسان الدافع للتحرك هو الأمل، الشيء الذي يجعله سيد غو هو الأمل، بعدها عن الحكمة، ثم عن الشجاعة، ثم عن قلب الإنسان، كيف أن هذا القلب يتشبع بالوحدة، يتشبع بحب الذات. قصة عن جبل من الفشل على قمته يتواجد النجاح، ما لم تتعثر بصخور الفشل عشرات المرات لن تصل قمة النجاح بتاتا. قصة عن الرجل الصغير الذي بخطوات ضئيلة لا تكاد ترى تمكن من الخروج من الهاوية. قصة عن طريق الناس العادية الذي خطاه الملايين مسبقا وكل ما عليك هو اتباعه، والطريق الغير عادي المليء بالشوك والعراقيل والصعاب. قصة عن القدر وكيف أننا نتصارع لنغير المصير لكي نكون نحن كقراء من يسطر أحرف قصتنا. قصص رينزو أكثر من مجرد إضافة لعالم أسياد الغو، بل هي دروس يعطينا فيها الكاتب غوزين رين حكمته في الحياة، يلخصها بطريقة بسيطة لكن لا تنسى بتاتا. في بداية الرواية ستقول ما هذا الهراء، سوف تحاول أن تتجاوز هذه الفصول، لكن في جزء ما كل ما ظهر لك عنوان الفصل قصة رينزو الإصحاح رقم كذا ستجد نفسك خاشع مركز كثيرا، لأنك تعرف أن القيمة الأدبية للفصل لا تكفي الكلمات لوصفها. تكلمت في فترة سابقة من الفيديو أو في فقرة سابقة عن الخلود، دوما ما أطرح السؤال على نفسي، ما الذي يجعل الصينيين يكتبون نوعا من القصص بالكامل حول الخلود، حول مطاردة الحياة الأبدية؟ كلما تقدمت في العمر أكثر وأكثر أخاف الموت الذي بات يقترب، فمهما بلغ جمالك ستتحول لعجوز في يوم من الأيام، لجسد يأكله الدود، مهما كانت ثروتك لن تأخذها معك للقبر. الموت هو الحقيقة الواحدة في الحياة، الخوف من الموت جعلنا مولعين بالخلود وطول العمر. الخوف من الموت أو بالأحرى المجهول ما بعد الموت هو هاجس يؤرق البشرية، لكن في القص المجنون الخلود هنا لا يعني أي شيء، قد يبدو أنه هدف بطل الرواية الذي يفعل المستحيل لأجله، لكنه لم يختر هذا الهدف خوفا من الموت، بل اختاره لأجل الإنجاز، أن يكون الشخص الذي فعل ما لم يفعله غيره. معالجة الخلود هنا كانت بطريقة مختلفة، فالحياة الأبدية هي مجرد خط نهاية لسباق، الرواية وأحداثها هي هذا السباق، لا يهم إن وصل فانغ أم لا، المهم أننا عشناه معه لحظة بلحظة، شهدنا كفاحه كي يحقق ما لم يحقق غيره، على عكس القصص الأخرى الكثيرة التي تجعل الأساسي هو الهدف الأخير. ففي القصة المجنون ما إن تتعمق في الأحداث ستعلم فعلا أنه ليس بالشيء المهم، لدرجة أنك لن تطرح سؤال متى سوف يصل فانغ للخلود،
بل أنك سوف تتمنى لا يصله بتاتا لكي تطول الرحلة أكثر. خط النهاية وهدف الرحلة صار أكثر شيء لا نرغب كقراء في بلوغه، نتمنى أن يطول الأمر لأكبر قدر ممكن. إنها سخرية القدر فعلا. سأطرح عليكم سؤال بسيط، ما الذي يجعل الشخصيات الخيالية أقرب للبشر الطبيعيين؟ ببساطة تلك اللحظات الصغيرة، التفاصيل العابرة في القصة. هناك لحظات قليلة جدا سنرى فيها فانغ الإنسان، وقعها علينا كقراء كان صادم. في أحد اللحظات فانغ يجلس يتأمل في جماء السماء، عبر عن ذلك بكلمات بسيطة، لحظة شاعرية للغاية. في لحظة أخرى فانغ يحتسي الشاي، يتمتع بالمذاق ويتذكر أيام الشباب. لحظات كهذه على قلتها في الرواية، لكنها تجعلنا نتعلق بشخصية البطل بشكل أكبر. فأن تجعل الشخصية مثالية الكتابة والمعالم يعني أن تظهر كل شيء حولها. أن تصل هذه المثالية في كتابة الشخصية يكون تحديدا في معرفة لحظة إظهار هذه التفاصيل الصغيرة، وقد نجح جو زين رين في ذلك مع درجة الامتياز. وسأعترف لكم بشيء شخصي، في بداية القصة كنت أعتقد أن ريفرند إنسانيتي عبارة عن رحلة فانغ يوان فقط. فانغ سيجلد كل شخص أمامه، فانغ هو الأذكى قمة العبقرية، لا يوجد شخص يقدر أن يقف في وجهه. لقد كنت كالشخص الغبي بصراحة تامة. ويستحضرني هنا تصريح للكاتب عند نهاية الأرك الأسطوري ميراث الملوك الثلاثة الذي ذكرناه سابقا. شخصية فانغ يوان بطل الرواية قادر كذلك على الفشل. المسار الشيطاني لا يفوز كل مرة، حتى الشياطين تتجرع مرارة الخسارة. إذا لم أكتب الفشل كيف سأعبر عن طبيعة الشيطان؟ أي خطر له ثمن، على فانغ أن يدفعه. فإذا كان موته سيحسن من جودة الكتاب أو ينقل القصة لمستوى آخر، إذن سأكتبه ميت. هذه هي تراجيديا المسار الشيطاني. فالموقر المجنون هي قصة عن الفشل والنجاح والكفاح. ما يجعل كتابة العالم فيها محمود هو الكمية الكبيرة من العباقرة التي حول بطل الرواية. مجرد سهو صغير منه سوف يلتهمونه. وهنا قد جسد لنا الكاتب طبيعة عالم الروايات، روايات الانترنت، إذ أنها تنشر على مواقع حيث يدفع القراء لفتح الفصول. يعيش الكتاب من مال القراء. ساحة الروايات تشهد عدد مهول من الأعمال التجارية التي تعجب الجميع. أصحابها عباقرة درسوا السوق جيدا. جو زين رين مثلهم عبقري، لكن لا يضاهى بهم من ناحية النجاح، من ناحية المكانة، بل حتى العلاقات مع الحكومة. هذه البيئة السامة للكتابة هي نفسها بيئة الزراعة داخل الرواية. فدوما ومع نشر كل فصل هناك خطر الحظر، بل حتى خطر السجن بسبب الرسائل الخفية الموجودة في كل مكان. لكن ومع كل فصل هناك مجد الكتابة. البقاء في تاريخ الأدب الصيني وحتى العالمي دوما كان حاضر. هذا الشغف، هذا العطش للمجد، جعل جو زين رين يتفوق على غيره من العباقرة. يكتب رواية صداها على بشكل كبير في العالم، خصوصا العالم العربي الذي يبعد عنه بآلاف الكيلومترات، لينسج رحلة انتهت بتغيير حياة الكثيرين أولهم أنا. وبالحديث عن الشخصيات الثانوية الموجودة، فهم عبارة عن مجموعة من الضباع التي ستنهش لحمك في أول فرصة. هناك تنوع شديد موجود فيهم. صحيح أن معظمهم أذكياء خبتاء، لكن الذكاء في الرواية قدم بطرق متنوعة مختلفة عن بعضها البعض. العبقرية هنا لها مظاهر مختلفة. هناك الذكاء الاستراتيجي في الشخصيات التي تستطيع تنسيق المعارك على مستوى عالي، الذكاء القيادي عبر الكاريزما والقدرة على قيادة العشيرة والمنظمات، الخبت وهو الذي يتميز به فانغ يوان عبر الدسيسة والخداع، الذكاء الاجتماعي في النفاق، القدرة على لبس قناع وخداع الآخرين عاطفيا. سوف تحس أن كافة هذه الشخصيات مختلفة عن بعضها البعض. لن ترى شخصية متشابهة مع الأخرى، رغم أن عندهم نفس الميزة، ألا وهي الذكاء والعبقرية، ما يخلق تنوع شديد في المواقف التي يتعرض لها بطل القصة، بل في المواقف ما بين هذه الشخصيات بنفسها. وكنقطة إضافية، فالعاطفة هي أحد العوامل لتعلق القراء بأي قصة ما. فإذا لم نتعلق عاطفيا بالشخصيات بالعالم، لن نستطيع الإكمال. هناك عوامل كثيرة لهذه العاطفة عبر الرومانسية، عبر الدراما وغيرها. لكن يمكنني القول ومن 2300 فصل، فالرومانسية والدراما قد لا تتجاوز مجموعها 20 فصل في القصة، أي أنها شبه معدومة تماما، رغم أن هذه الفصول ستعلق في ذهنك.
لكن الكاتب قرر أن يتخلى عن هذه العوامل، أن يشد عاطفتك بطريقة مختلفة، أن يغيرك كقارئ بدل أن يجعلك تفكر في عالم أسياد الجو كشخص من عالمنا، كشخص من الأرض. مع الوقت حتى ستجد نفسك تفكر كواحد من أسياد الجو الشيطانيين، ترى الحب والعواطف أشياء قد أقول أنها سطحية نوعا ما أمام المنافع الشخصية، أمام الزيادة في الزراعة. تتقبل كل شر يقوم به فانغ وغيره من الشخصيات، ليس لأنك شرير أو شخص سيء، بل لأن الكاتب قد روض دماغك على التفكير في العالم بقوانين العالم نفسه، لدرجة أنك سوف تسمع الكثيرين يصفون عشاق هذه الروايات بالمعتلين اجتماعيا. لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، عندما تندمج في عالم ما ستصير مثل أحد سكانه وسوف تتقبل ما يحصل فيه، لن تمانعه رغم أن الأمر سيحتاج نوعا ما مئات الفصول، لكن الكاتب غوزين رين نجح في ذلك تماما. وكنهاية كل ما يمكنني أن أقوله أنها رواية ملهمة حقا، من أفضل ما قرأ، تستحق أن توضع مع غيرها من العظماء، عبر إطلالة على حياة كاتبها، على الإسقاطات وبعض العوامل الأخرى نكتشف فعلا كم أنها رواية مختلفة، كم من المجهود قد وضع فيها. ريفرنت إنسانيتي عبارة عن تحفة فنية، عبارة عن ماستر بيس.